بعد شهور من الانسداد السياسي، الأحزاب الكردية تدخل مرحلة جديدة في العلاقات بينها. زيارة رئيس الإقليم إلى السليمانية كانت الأساس لهذه المرحلة التي لاقت ترحيباً من الاتحاد الوطني الكردستاني. هذه كانت زيارة إيجابية، وهنا كان هناك جهود من الأطراف الثالثة وجهود من الأخوة من الطرفين لحل ونهاية المشاكل الموجودة. بدأنا بالمحاولة لوقف الحملات الإعلامية ضد البعض. مبادرة رئيس الإقليم يعتبرها الحزب الديمقراطي الكردستاني ضرورية لحل الخلافات بالدرجة الأساس بين الحزبين الكرديين، إضافة إلى بقية الأحزاب داخل الإقليم، في وقت يؤكد قادته على تأثيرها الإيجابي في علاقة الأحزاب الكردية مع بعضها داخل بغداد. نحن ماضون نحو تشكيل حكومة جديدة أو برلمان، انتخابات برلمان في الشهر العاشر، لذا علينا أن نوحد الصف الكردي للمشي نحو بغداد بمرشح تسوية واحد، وأكيد ستكون هناك تنازلات من طرف الحزب الديمقراطي الكردستاني لكي تسهل العملية وننهي الجمود السياسي بين الإيكيتي وبين البارتي. مسألة رئاسة الجمهورية واختلاف وجهات النظر حول إجراء الانتخابات البرلمانية في كردستان هي أبرز المشاكل العالقة بين الحزبين الرئيسيين، والتي جرى التباحث حولها في الاجتماعات الأخيرة. وبالرغم من الأجواء الإيجابية بين الأحزاب الكردية، إلا أنها قد لا تكون مؤثرة بدرجة كبيرة على علاقاتها مع التيار الصدري والإطار التنسيقي بحسب مراقبين، كون هذا التقارب اقتصر بشكل أساسي على المسائل الداخلية للإقليم. علي زيتو، قناة السومرية، أربيل.